ولمزيد من المتابعة ينضم إلينا من لندن الكاتبة الصحفية عزة الزفتاوي المتخصصة في الشؤون البريطانية. بعد التحية، يعني أزمة عالمية، تضخم، ارتفاع الأسعار، السلع الأساسية، غذاء، مشروبات، نقل، أزمة كبيرة يعاني منها العالم أجمع، وهناك أيضا أنباء عن ارتفاع بأسعار الفائدة في البنك المركزي البريطاني. ما هذه الخطوات التي يتخذها البنوك المركزية حول العالم لمكافحة أو مجابهة هذا التضخم حول العالم؟ مساء الخير. يعني دعيني بداية نقول أنه غالبية اقتصادات العالم سواء بالنسبة للدول المتقدمة أو النامية على حد سواء، الجميع يعاني من ارتفاع في معدلات التضخم. الاقتصاد العالمي لم يشهد هذا الارتفاع بهذه النسب الكبيرة إلا بعد اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية في العام الماضي، تحديدا في شهر فبراير. يعني وصلت معدلات التضخم في العديد من الدول لنسب تصل من 10 إلى 11% كما هو الحال في بريطانيا. بالتأكيد هذه المؤشرات السلبية على الاقتصاد العالمي بشكل عام كانت بسبب الحرب الروسية الأوكرانية التي أدت إلى ارتفاع أسعار الطاقة بشكل كبير، وأيضا ارتفاع أسعار الغذاء في الأسواق العالمية والدولية. بدأ بالفعل يشعر بها المواطن في جميع أنحاء العالم في دول عديدة. بدأ على سبيل المثال في بريطانيا وفي عدد من الدول الغربية، وصلت حتى إلى اليابان الحديث عن ارتفاع مبالغ فيه في أسعار المواد الغذائية وارتفاع فواتير الطاقة. هناك حديث الآن على أنه بعض العائلات في كثير من الدول الأوروبية، منها على سبيل المثال بريطانيا، لا تستطيع أن توفي بالتزاماتها اليومية وقود حياتها بسبب ارتفاع أسعار المواد الغذائية، وأيضا عدم قدرتها على تلبية الفواتير ودفع فواتير الطاقة. بالتأكيد ارتفاع معدلات التضخم عالميا بيدفع العديد من اقتصادات العالم إلى أن تدفع الثمن إزاء هذا الارتفاع الكبير في معدلات التضخم. يعني كما ذكرتي الحكومات والاقتصادات العالمية تتخذ الكثير من الإجراءات لمجابهة هذه الأزمة والتضخم ومعاونة الشعوب في الحياة بشكل كريم يمكن أن نقول، ولكن إلى أي مدى يمكن أن هذه الخطوات أن تستمر، خاصة أن الأزمة لن تكتب نهايتها قريباً؟ نعم، يعني ارتفاع موجة التضخم في كافة الاقتصادات المختلفة، نجد أنه بعض الدول في أوروبا في أمريكا تدخلت ببعض الإجراءات كحماية اجتماعية لتخفيف تداعيات السلبية لهذه الأزمة، مثل وضع سقف لارتفاع أسعار الطاقة أو فرض الضرائب على شركات الطاقة الكبرى لتخفيف العبء على باقي شرائح المجتمع. السؤال الذي طرحتيه مهم بالفعل، إلى مدى ممكن أن تستمر مثل هذه الحماية الاجتماعية وهذه الإجراءات؟ يعني على سبيل المثال ونحن نتحدث هنا من بريطانيا، نجد أن الحكومة البريطانية وضعت خطة تلتزم بها حتى شهر أبريل القادم، وهو بداية السنة المالية الجديدة. بريطانيا وضعت سقف لمواجهة ارتفاع تكاليف الطاقة أو فواتير الطاقة لكل الأسر البريطانية والشركات العاملة على أراضيها إلى حد 2000 جنيه استرليني و500 جنيه. بالتأكيد هناك إعادة نظر، لأنه التضخم يفرض على الحكومات حول العالم أن تتخذ إجراءات قد تبدو قاسية بالنسبة لوجهة نظر الشعوب. الحكومات تحاول الآن أن تضع حد لهذا العجز، وأيضا مواجهة الدين العام المتضخم، وأيضا للحد من الإنفاق الحكومي حتى تستطيع مجابهة معدلات التضخم التي وصلت على سبيل المثال في بريطانيا إلى أعلى مستويات لها لم تشهدها منذ حوالي 41 عام. بالتأكيد استيعاب موجة التضخم له أثر على الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية، ولكن بالتأكيد هذه الموجة سوف
تتأثر كثيرا في حال استمرت الأوضاع الحالية، خاصة إنه الحرب الروسية الأوكرانية ألقت بظلالها على سلال الغذاء. نحن نعلم إنه هاتين الدولتين لهما دور كبير في إنتاج المواد الغذائية والحبوب. بالفعل يجب أن يكون هناك تحرك أكثر سياسي لوقف الحرب، لأنه لن تستمر هذه المعاونة من جانب الاقتصادات العالمية إلى الشعوب مرة بشكل أطول. شكرا جزيلا لك، كنت معنا عبر الهاتف من لندن الصحفية عزة الزفتاوي المتخصصة في الشؤون البريطانية.